نروح الآن لثاني ركن في برنامجنا موبي سيرف. في موبي سيرف هذا الأسبوع نهضروا على هاتف اللي أعلنت عليه الشركة الصينية فيفو واللي هو في 3 ماكس اللي حيكون متوفر في الأسواق قريبا إن شاء الله. شاشة قياسها 5.5 بوص من نوع IPS LCD وزنه 168 جرام، يعمل نظام تشغيل أندرويد لولي بوب 5.1 وبمعالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 652. ذاكرته الداخلية سعتها 32 جيجا بايت، يمكن زيادتها عن طريق كارت ميموار ميكرو اس دي. بالنسبه للرام جاب اون رام سعتها 4 جيجا بايت، وبالنسبه لكاميرته الخلفيه دقتها 13 ميجا بكسل، اما الاماميه ف 8 ميجا بكسل. بطاريته قوتها 3000 ملي امبير. خليكم تزيدوا تعرفوا عليه اكثر في هذا الفيديو.